أهلا بكم متابعينا في موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من راديو أم. بداية، كشف ناشطون حقوقيون ومحامون عن تدهور الحالة الصحية لمعتقل الرأي مجاهد شفيق بعد دخوله يومه 50 من الإضراب عن الطعام، في حين يخوض المعتقل إبراهيم غرينيو معركة الأمعاء الخاوية لليوم 28 على التوالي، بينما يخوض إبراهيم العلامي يومه 21 من الإضراب. وحالتهما الصحية تدعو للقلق. معركة الأمعاء الخاوية يخوضها سجناء الرأي الثلاثة بسبب حبسهم التعسفي. في خبر آخر، قال مدير الأنشطة الطبية وشبه الطبية بمستشفى مصطفى باشا رشيد بالحاج أن الوضعية الوبائية كارثية، داعيا لاعتماد استراتيجية طب طوارئ بإعلان حالة طوارئ تفاديا لانزلاقات وعواقب وخيمة. عقدت تنسيقية الجالية الجزائرية بالمهجر اجتماعا استعجاليا مع ممثلي مؤسسة الجزائر المتحدة الخيرية وممثلين عن رجال أعمال جزائريين مغتربين، بحثت فيه السبل والآليات الاستعجالية لدعم المنظومة الصحية بالجزائر وإنقاذ ما أمكن من المرضى الذين يعانون من نقص الأكسجين. وطلبت التنسيقية من الوزارة الأولى التدخل العاجل لتسهيل إجراءات استيراد مكثفة الأكسجين ومنح الرخص اللازمة حفاظاً على أرواح المصابين. مغاربياً، نظم تونسيون مظاهرات احتجاجية في البرد وبدأت بالنشيد الرسمي التونسي، طالبوا فيها بحل البرلمان وتغيير النظام وتحميل المسؤولية لمن تسبب في الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد. وشهدت المسيرة مناوشات بين الأمن والمحتجين الذين حاولوا اجتياز الخط الأمني للوصول إلى مقر مجلس نواب الشعب، ورفعت خلال هذه المظاهرات شعارات مناهضة للحكومة والبرلمان. نختم متابعينا بأخبار الرياضة وتصفيات رابطة أبطال إفريقيا للسيدات، حيث فاز نادي أفاغيليزان على نادي البنك الإسكاني التونسي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت أمس السبت بالمغرب لحساب الجولة الأولى من الدورة التصفوية لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم المؤهلة إلى نهائية دوري أبطال إفريقيا للأندية للسيدات التي ستقام بمصر. وبهذا سيواجه نادي أفاغيليزان في الجولة الثانية نادي الجيش الملكي المغربي يوم الثلاثاء 27 جويلية. بهذا نكون متابعين قد أنهينا هذا الموجز. ندعوكم إلى متابعة أخبارنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا وعلى موقعي راديو تيغي أم.نت ومغرب إيمرجان.نت. حافظوا على أنفسكم، إلى اللقاء.